أنا اسمي غريب عطية مصطفى من السويس. كانت معايا عربية شاهين، رحت بيها أبو سنة اللي هي في نزلة أليوب علشان نعمل عليها عملية إصلاحات. فأنا قاعد هناك في أبو سنة في الورشة بتاعة واحد اسمه أحمد عبد القادر محمد، يدعى اسمه هو أحمد عصفور. وكنت في الجلسة وأنا قاعد معاه، كان في واحد اسمه علي كان بيصلح عربيته هناك، وهو اصلا جاره، واللي يعني البيت في البيت بمعنى الاصح. المهم من طريقه الكلام واحنا قاعدين مع بعضينا، قال له ما كنتش انت يعني مدير عام مكتب الوزير لصالح الاراضي؟ فقعد معايا الراجل دون وعرفني بيه، وقال له مين دون؟ قال له ده خالي العيال في السويس. رحب بيا وقعد معايا وقال لي انا ممكن اعمل لك اخلص لك اي حاجه في السويس او على مستوى الجمهوريه كلها بخصوص الاراضي، لان انا ماسك مكتب الوزير لصالح الاراضي. فقلت له انا مش عايز اي حاجه غير ان انا عايز رخصه خاصه، لان لسه شاري العربيه دي وعايز طالب بس ايه رخصه. فقال لي لا، الموضوع ده مش معايا، انا هوصلك بواحد يدعى، ارجع دلوقتي بالتليفون بتاعك واي ضابط يعجبك في المرور اديله التليفون وانا هخلص لك الرخصه. المهم وانا ماشي دخلت المرور تاني، رجعني وانا من نص الطريق، ورحت راجع ورحت داخل المرور تاني مرة اخرى، وعيني وقعت بصراحة على نقيب هو كان بيمتحن السواقين. ف قلت له اتفضل سيادتك، اديته الموبايل وقلت له سيادتي اللي هو حمدي هدية على التليفون عاوز حضرتك. فاتكلموا مع بعضهم هما الاتنين، فقال له يا باشا انا لو عاوز اخدمه انا بس هو يدفع ايه ال 300 جنيه اللي هي بتاعه المدرسه ونخلص له موضوع الرخصه. المهم دفعت ال 300 جنيه وعملت اجراءات اللي هي امتحان السواقه وامتحانات الاشارات، وتاني يوم اخدت الرخصه. وانا خارج من المرور لقيته اتصل بيا، انت فين يا غريب دلوقتي؟ قلت له انت خدت الرخصه بتاعتك؟ قلت له اخدتها دلوقتي. فراح قال لي يعني ما فيش شكر ولا حاجة. قلت له يا باشا دلوقتي الجو كان حر. وانا المهم اتجهت الى مديرية امن السويس وطلبت مقابلة احد المسؤولين في مديرية امن السويس، ووريت الورق بتاعي وحكيت له الوضع بتاعي وقضية النصب اللي انا فيها دي. فقال لي كده انت تعرضت لقضية نصب، الحق دلوقتي اطلع في مكان محل اقامته وارفع عليه دعوة قضائية. فرحت انا في مصر وذهبت المحامي عندي اسمه يسري مختار علام، ورفعت دعوة قضائية ضد اللواء اللي هو يدعى حمدي هدية اللي هو كان مساعد وزير داخلية سابقا في الشرطة المصرية. أنا بعت عليه الورق بتاع أولادي، وكان هو باسم السيد معالي وزير البترول، وزارة البترول، مدينة نصر، القاهرة، صندوق بريد 11647 قسم التعيينات. وقال لي تبعت لي حوالات باسم واحد اسمه يدعى برضه اسمه رجب إبراهيم محمد بكر، واداني رقم البطاقة بتاعته وقال لي ابعت لي 2000 جنيه لهاني اللي هو ابني الكبير دون اللي هو عشان مؤهل، وابني الثاني هو حاصل على الإعدادية قال لي ابعت لي ليه 1000 جنيه الأول، وابني الثاني حاصل على دبلوم كهرباء قال لي ابعت لي برضه ليه إيه يعني في حدود 1950 بالظبط يعني كده. فالمهم هاني كان 1950، والواد الابن الثاني كان 1000 جنيه، والابن الثاني 1950. وثاني يوم قال لي برضه عايزين ايه 1000 جنيه لدون و1000 جنيه لدون عشان الوزير مش عارف ايه، وقعد يتكلم معايا. المهم يعني زاد المبلغ معايا من اكثر من حوالي 10000 جنيه في تعيين اولادي اللي هم الثلاثه. وكان بالنسبه لي يعني بقول مبلغ ضئيل على اساس ان ثلاث اولاد معايا، ان برضه ايه حلمي بالنسبه لي ان هم يتعينوا في البترول. هروح البيت وهجيب اسم حضرتك وهتصل بحضرتك وهشكرك يعني. المهم قال لي لا ده انت زي اخويا ومعاك كام عيل؟ قلت له انا معايا 6 عيال وراجل موظف بسيط على قدي ومجوز 4 ولسه معايا واحد لسه طالع من الجيش وواحد لسه في دبلوم زراعه. المهم قال لي طب خلاص يا غريب انت باين عليك ابن حلال، فابعت لي ورق تعيين عيالك وانا هعينهم لك في شركه بترو بلعين. بصراحه كان اغراء بالنسبه لي ان هو اداني الاشاره ان هو هيعين لي اولادي، وعندي الاولاد عندي ابني اللي هو الكبير اصلا شغال في شركه، وكل سنه بيتفصل من شركه لشركه زي ما انت عارفين اللي
عملية اللي هي الخصخصة اللي هي في الشركات. المهم انا قلت له سيادتك طب هبعت ازاي الورق دوم؟ قال لي تبعت، اداني ورقة قال لي تبعت على السيد معالي. انا دلوقتي بوجه نداء لسيادة النائب العام ان يحقق لي في الموضوع دوم. التاني انا بوجه دلوقتي بلاغ للنائب العام لاني حقق مع هذا المسؤول اللي هو يدعى حمدي محمد هدية واعضاء الشبكة بتاعته، وهو واخد مني انا وابا اولادي وبعض الاقارب اكثر من حوالي 300,000 جنيه، وهذا بلاغ للنائب العام. هروح البيت وهجيب اسم حضرتك وهتصل بحضرتك وهشكرك يعني. المهم قال لي لا ده انت زي اخويا ومعاك كام عيل؟ قلت له انا معايا 6 عيال وراجل موظف بسيط على قدي ومجوز 4 ولسه معايا واحد لسه طالع من الجيش وواحد لسه في دبلوم زراعة. المهم قال لي طب خلاص يا غريب انت باين عليك ابن حلال، فابعت لي ورق تعيين عيالك وانا هعينهم لك في شركة بترو بلاعين. بصراحة كان اغراء بالنسبة لي ان هو اداني الاشارة ان هو هيعين لي اولادي، وعندي الاولاد عندي ابني اللي هو الكبير اصلا شغال في شركة وكل سنة بيتفصل من شركة لشركة زي ما انت عارفين اللي هي عملية اللي هي الخصخصة اللي هي في الشركات. المهم انا قلت له سيادتك طب هبعت ازاي الورق دوم؟ قال لي تبعت، اداني ورقة قال لي تبعت على السيد معالي. انا بعت عليه الورق بتاع اولادي وكان هو باسم السيد معالي وزير البترول، وزارة البترول، مدينة نصر، القاهرة، صندوق بريد 11647، قسم التعيينات. وقال لي تبعت لي حوالات باسم واحد اسمه يدعى برضه اسمه رجب ابراهيم محمد بكر، واداني رقم البطاقة بتاعته وقال لي ابعت لي 2000 جنيه لهاني اللي هو ابني الكبير دون اللي هو عشان مؤهل، وابن التاني هو حاصل على الاعداديه قال لي ابعت لي ليه 1000 جنيه الاول، وابن التاني حاصل على دبلوم كهرباء قال لي ابعت لي برضه ليه ايه؟ يعني في حدود 1950 بالظبط يعني كده. فالمهم هاني كان 1950 والواد الابن التاني كان 1000 جنيه والابن التاني 1950، وتاني يوم قال لي برضه عايزين ايه 1000 جنيه لدون و1000 جنيه لدون عشان الوزير مش عارف ايه، وقعد يتكلم معايا. المهم يعني زاد المبلغ معايا من اكتر من حوالي 10,000 جنيه في تعيين اولادي اللي هم الثلاثه، وكان بالنسبه لي يعني بقول مبلغ ضئيل على اساس ان 3 اولاد معايا ان برضه ايه حلمي بالنسبه لي ان هم يتعينوا في البترول. فابتداها معايا في الفرد الاول ب 6,000 وبعدين 7,000 وبعدين 8,000، كل مره كان بيزود عليا لغايه لما وصل المبلغ. فجمعت في حدود التعيينات ديت كان اكثر من حوالي 30 واحد، وكان اجمالي المبلغ حوالي اكثر من حوالي 275,000 جنيه، وحته ارض كانت بتاعت واحد اصلا اتصلنا بيه فقال لي انا خلصت الموضوع التمليك بتاعها دوت، فخد منه 20,000. وبعد كده عرض عليا شقه فخدت برضه شقه لبنتي. بعد ما هو خد مني المبالغ ديت ابتدت الجيران تعرف ان يعني اولادها هيتعينوا في البترول وكلام من ده، فبعت له كام واحد برضو من جيراننا، فهو قال لي ان ليه علاقه مع سياده الوزير، وسياده الوزير اصلا يعني بيخليني اللي هو مطلوب مني اي حاجه انا بخلصها له، لو حد حتى لا مؤاخذه ممنوع من السفر من عيلته او من قصده على الوزير او من جيرانه اي حاجه انا بخلصها له لان انا ماسك الامن القومي. وعرض عليا ان ايه التعيينات دي للناس، فابتداها معايا في الفرد الاول ب 6,000 وبعدين 7,000 وبعدين 8,000، كل مره كان بيزود عليا لغايه لما وصل المبلغ. فجمعت في حدود التعيينات ديت كان اكثر من حوالي 30 واحد، وكان اجمالي المبلغ حوالي اكثر من حوالي 275,000 جنيه، وحته ارض كانت بتاعت واحد اصلا اتصلنا بيه فقال لي انا خلصت الموضوع التمليك بتاعها دوت، فخد منه 20,000. وبعد كده عرض عليا شقه فخدت برضه شقه لبنتي. فقلت له يا باشا انا مش مؤهل دلوقتي يعني ما معيش فلوس وكلام من ده، قال لي لا انت لازم تطلع انت والحاج حج وروح يا سيدي اعمل جوازات السفر
بدليل ان رحت الجوازات هناك وكلم رئيس الجوازات هو، ورئيس الجوازات رد عليه وقال له ان البطاقه بتاعت المدام منتهيه وكلام من ده تجدد البطاقه، فجددت البطاقه في المرور وكلم برضه بتوع المرور وخلصوا لنا، قصدي بتاع السجل المدني، وخلصت الموضوع البطايق وكلام من ده، ورحت له تاني وعملت الجوازين بتوع السفر بتوعنا انا والمدام بتاعتي، وقال لي خلاص انت كده هتطلع حج. والمهم رحت في اليوم الموعود اللي هو قال لي هتجي لك التأشيرة، رحت للقنصلية السعودية وسألت على موضوع الحج، لا لقيت فيه حج ولا فيه تأشيرات ولا ليه اسم ولا ليه اي حاجة. فبعد كده اتجهت لمديرية الأمن السويس وطلبت مقابلة مسؤول من مديرية طب أمن وما زاد السويس. العربيات خدت منه حاجة؟ قال هو لك هغير لك العربية. بعت لي ورقة باسم اللواء حمدي محمد هدية إن هو اشترى ليا أنا عربية جيب شروكي أنا وأحد الزملاء يعني، ولقينا إن بعتها لي برضه بورقة من وزارة الدولة. أنا دلوقتي بوجه نداء لسيادة النائب العام إن يحقق لي في الموضوع ده. التاني أنا بوجه دلوقتي بلاغ للنائب العام لأن حقق مع هذا المسؤول اللي هو يدعى حمدي محمد هدية وأعضاء الشبكة بتاعته، وهو واخد مني أنا وأبا أولادي وبعض الأقارب أكثر من حوالي 300,000 جنيه، وهذا بلاغ للنائب العام. الفلوس تزيد وبعتنا مبلغ بالك بيه، وبعدين بعد ما خلص بقى موضوع الشغل دخل على حاجات تانية، دخل على حاجات تانية زي الأراضي، زي مثلا عربيات، زي مثلا حج كده هو. فطبعا والدي لقى المبالغ ضئيلة، وبعدين كان بيتعلق بأشياء احنا طبعا كنا مش شغالين، ما كانش فينا حد شغال، وانا لسه شايف شغلي اول الشهر دوت. فهو فرح ان ما كانتش مبالغ دي كتيرة، وكانت الشركة كويسة واسمها كويس. وبعدين الراجل كان بيطلب ورق طبيعي ان هو يطلب، يعني كان بيطلب كان بيطلب فيش، كان بيطلب كعب عمل، كان بيطلب صورة بطاقة، شهادة ميلاد، شهادة الجيش، كان بيطلب كل حاجات طبيعية. حتى لما كنا نبعت له الورق البطاقة أو صورة البطاقة مش باينة، كان بيتصل بينا ويقول لنا الصورة مش باينة. فده اللي أكد لنا إن الراجل مش يعني مش نصاب أو بيضحك علينا، يعني كل ورق وكل حاجاته كانت طبيعية. غير كده وكده والدي حصلت له احداث ان هو كان بيتعرض ان هو يروح مشكله في الاسم، مشكله في كده، فكان بيتصل بالراجل والراجل كان بيحل كمان المشكله يعني. فهو ده اللي اكد لنا ان الراجل ما بيضحكش علينا، لانه حل مشاكل في اسمه طبعا لما صعب قوي ان اجره بس تدفع 5000 جنيه، فتم دفع 5000 جنيه، اصبح المبلغ كله 37 57,000 جنيه. ده اجمالي ما خده في النصب اللي نصب. اكتشفت ازاي انها نصبه؟ لما رحت التاشيره للقنصليه السعوديه عشان اقول التاشيره، قال لي بالتليفون هيجي لك التاشيره، فرحت هناك قالوا لي التاشيره خلصت من يوم الاربعاء اللي فات. ما لقيتش التاشيره ما لقيتش التاشيره، رحت ارخص العربيه اللي هيقلبها لي اجره وقال لي اوراقها في الرقابه الاداريه في مصر، فرخصت العربيه لقيت الملف موجود بمرور السويس، وتم ترخيص العربيه في الحال، ما جاب يعني الملف ما اتحركش منه، علما بان قائد مرور السويس يعلم بذلك. اجمالي المبلغ اللي حصل عليه منك كله 57,000، 52 للعربيه و 5 للاجره و 23,000 للحج، اصبح المبلغ كله 80,000 جنيه.